إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ففي ذلك والله النجاة والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أما فيما نتحدث فيه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، فلقد رغبت أن أتحدث في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكني لما تحدثت مع إخواني الكرام في واقع المرأة المسلمة في الغرب، أحببت أن أتحدث معكم ومعها في مكانتها في الإسلام، ودورها في المجتمع المسلم، وكيف أن الإسلام أعطاها كل حقوقها دون أن يأخذ منها أجراً أو أن تدفع ثمناً نظير هذا. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وخصها في هذا الدين بعدة خصائص إكراماً لها كأنثى، فالله سبحانه وتعالى جعل سوراً في كتاب الله باسم المرأة كما تعلمون، كالمجادلة ومريم والنساء وغيرها من الصور التي عرض إلى المرأة فيها. وانظروا كيف أن الله انتصر لها في سورة المجادلة، حينما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ظاهر منها زوجها، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا: لقد كنت أجلس قريبا منها ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ولم أدر ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات وانتصر لها وأنزل حكما في الظهار، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيضا، فقال تعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت: سمعها الله ولم أسمع وأنا أجلس قريبا منهما. إذن الله ينتصر لها، وقد ضرب بها المثل في الصلاح وفي الفساد، حينما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب مثلا للذين آمنوا من أيها الإخوة؟ امرأة فرعون، حينما آمنت وتبعت هدي الله سبحانه وتعالى وكلامه، وقدمها على مريم عليها السلام. انظروا كيف هو الأمر مع المرأة عند الله سبحانه وتعالى في القرآن. ثم نأتي
على هذا في السنة النبوية المطهرة في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم كلنا من رجال ونساء ما هو فضل هذه المرأة وقيمتها في الإسلام، حتى تفتخر المرأة المسلمة بأنها تنتمي إلى هذا الدين، وأنه ما أعزها وكفل لها حقوقها إلا الإسلام. أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والذي يفهم الحديث لا يظن أن النبي يحب النساء فقط للزواج والمتعة، لا أيها الإخوة، ولكنه يحبها كأم وكزوجة وكابنة وكأخت وكامرأة أيضا، لأن الله أكرمها بهذا وجعل الإحسان إليها يدخل الجنة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا الحديث متفق عليه، هي ستر لك من النار إذا أحسنت تربيتها وأحسنت إليها أيضا. وجاء كذلك في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جئت أنا وهو يوم القيامة، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه، أي أنه يأتي في منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله في النساء أيها الإخوة، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نكرمهن ونحسن إليهن، ففي هذا والله كل الأجر والفضل. ولهذا جعلت القوامة للرجل على المرأة ليحميها ويحفظها ويكرمها، فهي معززة مكرمة كابنة وكأخت وكزوجة وكأم، وأيضا إذا صار لها أحفاد كجدة، إلى أن تلقى الله وهي معززة مكرمة. هذا هو ديننا، وهذا هو ما يأمرنا به ربنا ومن بعده نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس كحالها في كثير من الديانات وفي بعض الدول، قد يكفل لها بعض الحقوق ويعطيها جانبا من الحرية، ولكنها لن تجد الجنة في الآخرة، ولن تجد رضوان الله تبارك وتعالى عليها، ولن تجد ما أكرمها به إسلامها. فالله الله أخواتي الكرام، في التمسك بهذا الدين فعضوا عليه بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعي هدي نبيك فيه تفوزين في الدنيا وفي الآخرة. وهنا أروي لكم حادثة وقعت لنا في مؤتمر في بريطانيا، وكان مع طلبة الجامعة من الطلبة من الجنسين، فكان هناك كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ولا دينيين وغيرهم، فكل الحديث كان منصبا علينا نحن كمسلمين بأننا نسيء إلى المرأة ونضطهدها ونحبسها ولا نعطيها كل حقوقها، وهي مضطهدة مظلومة مسكينة إلى آخره من هذا الكلام الذي يتهمون به الإسلام، والإسلام منه براء بالكلية.
لما جاء وكان أغلب الحديث من النساء لنا في هذا الجانب، فلما جاء دورنا وأنا قد درست في بلادهم وأعرف اللغة الإنجليزية جيدا، فهم يعتمدون على الحوار بالعقل أكثر من الحوار الديني والإيماني والروحاني كما نعتمد نحن. فقلت لهم انظروا إلى حال المرأة عندكم، وقد درست وسكنت مع أسرة بريطانية حتى أتعلم وأجيد اللغة، فرأيت الفتاة لا يمكن أن تكون عذراء في سن 17 أو 16 حتى، فهي من 12 أو من 8 أو 7 تتعرف على العلاقات الجنسية وتحمل عدة مرات وتضع هذا الجنين فتتبناه الدولة إلى غيره، وهي ملزمة بعد ولها عدة أصدقاء من الرجال، وهي ملزمة بالنفقة في بيتها إذا كبرت تنفق معهم، وتضطر إلى العمل في بار في خمارة في مطعم في غيره حتى تنفق على نفسها، فإذا كبرت بعد ذلك وحصلت على الشهادة الجامعية تتوظف بها وتعيش حياتها بدون حسيب ولا رقيب ولا موجه ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا حشمة ولا أدب ولا حياء، حتى إذا كبرت وشاخت إما أن تتبرع بثروتها للكلاب أجلكم الله أو لأي جمعية خيرية، ولا تتبرع بمالها لأهلها، لأنه ليس هناك ترابط أسري إلا في قليل من الأحوال في بعض الأسر، وهذا من النادر عندهم. وأنا أعرف صديق لي في الجيش الأمريكي، ضابط في الجيش الأمريكي، عندما أسلم أخذ يبكي طويلا، قال أنا لي 13 أخ لا أعرفهم إلا بالمراسلة من أم واحدة وأباء كثر مختلفين لا يعرفون بعضهم، وكان يعاني لأنه تبناه رجل يربي خنازير وكان يخدم هذه الخنازير نظير تعليمه ونظير المال الذي يدفع للمربي. فلما كبر دخل في الجيش الأمريكي وأصبح يبحث عن الحقيقة، حتى من الله عليه بها عندما جلسنا به وعلمناه حقيقة الأسرة المسلمة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد عندما بدأنا معهم في الحوار فقلنا لهم انظروا إلى المرأة عندكم في أي دعاية تجدونها، حتى في أمواس الحلاقة، حتى في دعاية الإطارات، في دعايات تخص الرجال تجد المرأة لأنها سلعة تستخدم مبتذلة. فقلت هل هذا حق أم لا؟ قالوا نعم، لأننا نعيش معهم في مجتمعهم ونرى هذا كله. فقلت لهم تعالوا وانظروا إلى المرأة في الإسلام، وهنا نحتاج إلى الجانب العقلي في الحوار معهم حتى يكون هناك إقناع، لأنهم يعتمدون هذا. فقلت انظروا إلى المرأة في الإسلام، المرأة وهي في بطن أمها قبل أن تكون حملاً أصلاً وجنيناً، المرأة أيها الأخوة تفرز بويضة واحدة في الشهر للتلقيح، وعندما يتم اللقاء الجنسي الرجل يخرج في اللقاء الواحد من 200 إلى 300 حيوان منوي، والمرأة تخرج بويضة واحدة في الشهر وليس في اللقاء الواحد، وعندما تخرج هذه البويضة لنعلم أن الخالق والصانع واحد هو الله تبارك وتعالى، فإنها عندما تخرج تدور بين هذه الحيوانات المنوية كما نطوف حول الكعبة وكما تطوف المجرة وكما يطوف الكون كله في هذا الخلق الواسع، كله يطوف كما نطوف حول البيت، وكذلك الدورة الدموية في الجسم كذلك، فهناك دورة صغرى ودورة كبرى وكلها تطوف كما نطوف حول البيت، فالخالق واحد، وبعدها تتحد مع حيوان منوي واحد، فإذا اتحدت مع اثنين ماتت البويضة، وبعد ذلك تتحول إلى نطفة. وهنا أيضا إعجاز، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس
مع أصحابه عند الكعبة، فقالت قريش ليهودي عنده علم من الكتاب من التوراة، قالت اذهب وبين لهم أن محمداً كذاب. فذهب وقال يا محمد إني أسألك سؤالاً واحداً، مما يتكون الولد؟ فهذا لا يعرفه إلا نبي مرسل. فقال صلى الله عليه وسلم يا يهودي من كل يكون الولد من ماء الرجل وماء المرأة. وكما تعلمون إنهم لم يتوصلوا إلى هذه الحقيقة إلا حديثا في الدراسات العلمية ومنذ متى عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك اليهودي أشهد حقا أنك لنبي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا، واستغفروه يغفر لك. Dagens fridagstal handlar om kvinnans status och ställning inom islam. Islam har upphöjt kvinnans status mer än något annat, mer än några andra samhällen. Kvinnan har nämnts i Koranen och Sunna. Allah har utlovat en stor belöning till den som tar hand om dem väl. Allah har nämnt flera kapitel efter kvinnor och nämnt dem även i många verser. Olika kapitel som till exempel kapitel Maryam och Nisa och många andra. I Sunna har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt den bästa av er den som behandlar sina kvinnor bäst. Och en annan hadith där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger den som fostrar kvinnor väl skyddas från elden i domedagen. Och lite exempel av de högt uppsatta kvinnorna inom islams historia. Till exempel den första martyren är Ummu Ammar. Den första läkaren är Rufayda. Den första som omfamnade islam var Khadija. Profeten sallallahu alaihi wasallam tog råd från kvinnor som till exempel Ummu Salama som var då profetens fru. Och detta hände under Hudaybiyahs fredsavtal. Kvinnor är halva samhället och uppfostrar den andra halvan. Allah den allsmäktige säger lev med era hustror till vänskap. Profeten har lämnat ett testamente till alla män att ta väl hand om kvinnor. Kvinnor ska känna sig hedrade och ärade inom islam. När vi talar om kvinnor så syftar vi på våra mammor, fruar och döttrar. Den bästa som kvinnor kan göra är att komma nära Gud, känna till sina rättigheter och skyldigheter. Och vi vill avsluta med att passa på att informera att moskén besöks av två stora lärda från Qatar. Och vi vill be alla att ta tillfället i akt och komma och berika sig med kunskap. De kommer att hålla olika föreläsningar här i moskén. Den närmaste föreläsningen är idag efter Salat al-Isha av Sheikh Morafi. Och sedan är det på söndag en speciell föreläsning som är utsatt för kvinnor i aulan. Och även Sheikh som håller khutman, Sheikh Aish al-Tahtain, kommer också hålla olika föreläsningar. Så en hel vecka, all information kommer ni hitta på moskéns hemsida och även på tv. Alhamdulillahi ala ihsanih. ونشكره على عظيم فضله وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، ونشهد أن عظيمنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى جناته ورضوانه والمؤيد يوم القيامة ببرهانه. ما زلنا في هذا الحديث أيها الإخوة ولم ننتهي منه بعد، فعندما أخذنا في الحديث معهم قلنا أن هذه المرحلة التي في الحمل وقبله، أما بعد أن تولد هذه الفتاة فيتولى رعايتها أبوها وأمها بالتوجيه والتعليم والإنفاق والمحافظة، فإذا كبرت قام إخوتها بالعناية بها مع أبيها وأمها، فإذا كبرت وأصبحت في سن الزواج قدمت للرجل الكفر الذي يحفظها ويرعاها ويخدمها ويعينها وتعينه في أمور
دينها ويدفع لها المهر ويؤثث لها الدار ويكرمها أيما إكرام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبرت تولى رعاء الأبناء رعايتها بل والإنفاق عليها، وفي هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم قدمها فثم الجنة، في برها تنال الجنة وبدعائها تنال الجنة. فإذا كبرت أحفادها حتى تصل إلى قبرها وهي معززة مكرمة في هذا المجلس. أيها الإخوة، أسلم 3 بنات ودخلن في الإسلام وتزوجن من شباب من دول المغرب العربي هنا، بعد أن تحدثت كل واحدة بمشاكلها وما تعانيه من الاغتصاب من بعض أقربائها ومن عدم النفقة والمبيت في خارج الدار وإلى غيره من المآسي، عندما وجدت كل الكرامة والمعزة والاحترام والتوقير في الإسلام فعلمت أنه دين الحق. وكما تعلمون في الإحصائيات في الغرب 70% من يدخلون في الإسلام من النساء. لما أيها الإخوة؟ لأنهم يرون عدل الإسلام وإنصافه للمرأة وإكرامه. كذلك أيضا أيها الإخوة، هناك مفهوم خاطئ يجب أن نتعرف عليه حتى لا ننظر إلى المرأة نظرة احتقار وامتنان، ولا نترك للغير بابا يدخلون عليه إلى المرأة ويقولون لها بأن الدين يحتقرك ويمتهنك الرجال، حينما يقولون ناقصات عقل ودين كما جاء في الحديث. وهنا أريد أن أبين هذا الحديث وفضل المرأة فيه، لا ذمها والإقلال من شأنها. وهذا ما يفهمه الكثير ممن لا يفهمون شيئا في الدين وفي هذا الحديث. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر أو أضحى فمر على النساء فوعظهن، فقال الحديث المشهور: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وتكثرن اللعنة أي ليس فقط اللعن، بل اللغو والنميمة والكفران والنكران والغيبة وغيرها، وهذا يكثر في مجالس النساء أكثر من الرجال. وتكفر العشير إذا غضبت منه، تقول: ما رأيت منك خيرا قط، إلى أن قال، وهنا الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. وانظروا، قال: لب الرجل الحازم، ولم يقل الرجل النكرة أو الرجل العادي، بل قال الرجل الحازم، يعني الحكيم العاقل القائد. قد تستحوذ عليه امرأة بل وتحرك دولا وهي جالسة في بيتها. هذا ما أراد أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إحداهن: وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ وما هو نقصان عقلنا؟ فقال: أليست المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك نقصان دينها. وقال: أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا: نعم. قال: فذاك نقصان عقلها. وهذه ليست مذمة أيها الإخوة، فالإعجاز العلمي الحديث يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه من ذاك الزمان. فالإعجاز العلمي يقول أن دماغ الرجل يختلف بالكلية عن دماغ المرأة. دماغ الرجل ينقسم إلى نصفين، إلى شقين: الشق الأيمن متخصص في التفكر والتأمل وغيره، والنصف الأيسر متخصص في النطق والمخاطبة والتركيز، فإنه إذا ركز تركيزه يكون أقوى من تركيز المرأة، ولا يتأثر إذا رأى رجلاً يقتل أو غيره، المرأة ربما يغمى عليها أو تشيح بوجهها، أما الرجل فينظر ويركز أكثر. فلهذا إذا أصاب الرجل جلطة في الشق الأيسر لا يستطيع لا التحدث ولا العقل، انتهى الموضوع.
أما المرأة فالله أكرمها بأن خلايا الدماغ وعمل الدماغ متفرق في سائر الدماغ، فإذا أصيبت بجلطة أو غيرها تستطيع أن تتحدث وتتخاطب ولا يؤثر عليها، فهل هذا مذمة أم من قبلها؟ هكذا يجب أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كل الخير. أيضا علينا أن ننبه الأخوات على الحرص بأن في طاعتها لزوجها ووليها والقيم عليها تنال هذا كله دون عناء، كما جاءت خطيبة النساء أسماء بنت يزيد بن السكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا مبعوثة النساء إليك، لقد آمنا بك وصدقناك، وقد بعثت للرجال والنساء كافة، فالرجال يحجون ولا نحج، يجاهدون ولا نجاهد، يقاتلون ولا نقاتل، يحضرون الجمعة والجماعات، ونحن عبيسات الدود بيوتكن. ويعني الحديث طويل، تعد الطعام، تحفظ الأبناء، مقر الشهوة إلى آخره. فسر النبي وقال لأصحابه: أرأيتم امرأة حدثت بمساءل خير من مساءلها، يعني من سؤالها؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لأنها حريصة على دينها. فقال: افهمي وأخبري من وراءك من النساء بأن حسن تبعل المرأة لزوجها وطاعتها له يعدل هذا كله، كل هذه الأعمال تدخل المرأة بها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها في حديث آخر، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وقال: وأطاعت زوجها، أي فيما يرضي الله، أما في غيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وأطاعت زوجها، فتدخل الجنة من أي أبوابها شاءت. أما نحن فعلينا أن نجتهد في الصلاة، ندخل من باب الصلاة، في الصدقة ندخل من باب الصدقة، في الصيام ندخل من باب الصيام، في كل باب يجب أن نجتهد حتى ندخل من هذا الباب. أما هي فأكرمها وخفف عليها، لأن هذه هي وظيفتها الأساسية. الله قال لآدم في الجنة عن الشيطان، قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال: تشقى أنت يا آدم في الدنيا، ولا تشقى المرأة، بل تدخل في شقائك، فأنت الملزم والمكلف. هكذا يجب أن نفهم أيها الإخوة. النبي وهو يموت يقول: استوصوا، في حديث عمرو بن الأحوص: استوصوا بالنساء خيرا، رفقا بالقوارير، لا يكرمهن أيها الإخوة إلا كريم، ولا يؤذيهن إلا لئيم. وإذا أحسنت المرأة وأطاعت زوجها فكانت هي المربية وهي المعلمة، فهي نصف المجتمع وترد النصف الآخر، وهي المربية لأنها هي التي تلازم الأبناء. وفي حديث في قصيدة حافظ إبراهيم كل هذا احتوى في قصيدة، حينما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم ري إذا تعهده الفتى، زرع إذا تعهده الفتى بالري أيرق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شملت مآثرهم مدى الآفاق. ثم قال: أنا لا أقول دعوا النساء لواهيا بين الرجال يجن في الأسواق، يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نوائس الأحداق. ثم قال: كلا ولا أدعوكم للحجب والتضييق والإطلاق. وفي هذا تعليم وتربية وتخصيص. ثم قال: رب البنات على الفضيلة إنها لهن خير وثاق. والقصيدة طويلة. قال في نهايتها: ولتحرصوا أن يعلم بناتكن نور الهدى وعلى الحياء الباقي، أن تعلمها وربها ووجهها وعلى الحياء الباقي، فتكون الأم مسلمة، هي الأم المسلمة هي المرأة التي نريد، فتكون جنبا إلى جنب
تبني هذا المجتمع المسلم وتخرج لنا الطبيب والمهندس والأستاذ والمربي المسلم والبنت الفاضلة المعلمة المربية كما قال. وكما تعلمون أن أول امرأة أسلمت هي خديجة، وأول امرأة استشهدت هي أم عمار، وأول امرأة مرضت هي رفيدة، حيث أمرها النبي بإقامة خيمة في المسجد تعالج سعد بن معاذ عندما جرح رضي الله عنه وأرضاه، ثم من بعدها الربيع. فهذا هدي الإسلام، وهذا هو توجيه الإسلام في التعامل معها. فنحرص بارك الله فيكم في أن نتعامل معها بالإسلام فنعطيها حقوقها كلها، وبأن تتعامل الأخت المسلمة بالإسلام وتفخر على النساء بأنها مسلمة بحجابها بدينها بنقابها. والله إن أحد الأخوات عندنا دكتورة استشارية حضرت مؤتمراً هنا في أوروبا وحضرت مع محرمها وبنقابها وبحجابها، فأصبحت الدكتورات الغربيات يقولن هذه معقدة غير جميلة، ربما وجهها محترق. فلما انتهى المؤتمر وانفردت بهن في جانب أخذت تدعوهن إلى الله، فهي داعية وطبيبة، وكشفت عن وجهها فإذا هو قطعة قمر، وكانت أجملهن جميعا. فدخل في الإسلام 4 أو 5 طبيبات من هنا من الغرب، وأصبحنا داعيات إلى الله. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على ديننا وعلى إسلامنا، وأن نكون خير سفراء نقدم دين نبينا صلى الله عليه وسلم على أفضل وجه، ونفتخر به أينما ذهبنا وأينما حللنا، فنكون خير سفراء لهذا الدين، وننال رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعنا هديه. وليكن لأخواتنا القدوة أمهات المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين كما أمر ربنا فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن صحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم ورد إلينا الأقصى ردا جميلا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا في تقصيرنا مع إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في مصر واليمن وتونس وليبيا والجزائر والأردن وجام والفلبين ومالي وكشمير والمغرب العربي وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذا، واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.